أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أعلن الإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد صباح اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 تعرضه للاعتقال من قبل جهة أمنية. وقال عامر عياد في تدوينة على صفحته: قوة أمنية الآن أمام المنزل تقتادني إلى مكان مجهول. كما أكد النائب بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف العلوي أنه تم اعتقاله أيضا من قبل فرقة أمنية. وقال العلوي في تدوينة: فرقة أمنية تداهم بيتي وتعتقلني الآن. وأوضح المحامي سمير بن عمر أن إيقاف عامر عياد وعبد اللطيف العلوي تم بأمر من القضاء العسكري على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج حدث 24 على قناة الزيتونة بتهمة التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.